السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بتلاميذ مستوى الثالث إعدادي في شرح درس مبرهنات طالس المباشرة. خاصية: إذا كان لدينا في المعطيات مستقيمان دي وآل يتقاطعان في نقطة أ، يعني جوج مستقيمات كيتقاطعوا في واحد النقطة، الاسم لا يهم، يعني مهما كان الاسم ديال المستقيمان ومهما كانت النقطة، لاحظوا معايا دي وآل يتقاطعان في أ أو لا هذا الشكل. وإذا كانت عندنا نقطة من كل مستقيم مثلا بي وآم من دي تختلفان عن أ، هذه الحالة الأولى عندنا بجوج بهم في جهة واحدة، هنا عندنا كل واحدة من جهة، ياك. نقطة كذلك من المستقيم الثاني سواءً مثلا هنا عندنا في نفس الجهة وهنا عندنا في جهتان مختلفتان، يعني أنا أعطيتكم الشكلان مختلفان غير للتوضيح فقط. إذا تحقق الشرط الثالث الأساسي وهو أنه إذا كان بي سي وزي أم أن، يعني هذا المستقيم كيوزي هذا أو لا هذا المستقيم كيوزي هذا، شوفوا ولدي ولا بنتي، إذا تحققوا هاد الشروط اللي عندنا هنا اللي هما ثلاثة الشروط، الشرط الأول والشرط الثاني ثم الشرط الثالث، إلا تحققوا هاد الشروط بثلاثة عندي الحق نقول إذن هاد العلاقة AM على AB، شوف معايا مزيان، AM على AB تساوي AN على AC، درت الصغير على الكبير، حتى أنا ندير الصغير على الكبير تساوي AN على AC. العلاقة الثالثة بلا ما نشوف الشكل، عندي A نقطة معاودة أربعة المرات كنحيدها تبقى الفوق MN والتحت BC، شتو نفس الشيء هنا، شوف درت AM على AB، لاحظوا معايا مزيان، أول ملاحظة اللي خصكم تلاحظوها هي أنه هاد الكسر بسطوا المقام ديالو كون بعدة نقاط، ياك هاد النقاط كلهم جايين في نفس المستقيم، لان التلمت كيغلطوا في هذا الشكل كيدير ا سي على ا ام مثلا كيغلطوا. اذا باش ما تغلطوش اولدي ولا بنتي، حاول هاد النقاط كاملين يكونوا في مستقيم واحد او ام وبي، اذا هما في مستقيم واحد. الا مشيت في الاول ا ام على ا بي، يعني مشيت لتحت عطلات، حتى هنا دير ا ان على ا سي، او الا درت دل على الاطول على دل على الاقصر غدير كذلك، هنا دل على الاطول دل على الاقصر، الا كانوا اضلاع تقريبا بحال ما باينش الفرق، هنا كتشوف الا بديت بالنقطه اللي كاينه في المستقيم هذا حتى هنا بدا بنفس النقطه اللي كاينه في نفس المستقيم هذا ام ان، متفقين؟ يعني خص يكون هذا المستقيم ام ان كيوازي بي سي، يعني في التالي باش تفيريفي العلاقه ديالكم صحيحه خص تكون ام ان هذو اللي الفوق كيوازي بي سي، هادشي اللي خص يكون، متفقين؟ واحد السؤال كيطرحوا التلاميذ هو ان الا قلبت، ماشي مشكل، تقدر دير ا بي على ا ام كتساوي ا سي على ا ان كتساوي بي سي على ام، غير الا قلبت هنا راه حتى هنا تقلب وحتى هنا تقلب سيف عليك، متفقين؟ كما العاده باش تفهموا مزيان نعطيكم تطبيق. ا بي سي مثلث بي و ار نقطتان من ا بي و بي سي على التوالي بحيث بي ار يوازي بي سي، اعتمادا على معطيات الشكل جانبه احسب اكس و ايكغيك هو الشكل حدانا، شفتوا؟ اذا في هذا الشكل هذا غادي نحاولوا نستخرجوا المعطيات اللي عندنا في المبرهنه اولا في الخاصيه، يعني لا يمكن انني نطبق المبرهنه الا اذا تحققت الشروط اللي قلت لكم، الشروط الشرط الاول والثاني والثالث، الا اذا تحققت. اذا غنحاول نشوف واش محقق هاد الشروط. اول شرط هو نبحث على جوج مستقيمات متقاطعين في واحد النقطه، شكون هما المستقيمات المتقاطعين في واحد النقطه؟ الا كتلاحظوا المستقيم ا بي و ا سي، اذا المستقيم ا بي والمستقيم ا سي يتقاطعان في النقطه ا، كيتقاطعوا في النقطه ا، ياك. الشرط الثاني نقطتان من كل مستقيم تختلفان عن ا، نبداو بنقطتان من ا بي، مثلا نقطتان من ا و بي هي بي و بي، بي اللي مختلفين عن ا، يعني هذا المستقيم ا بي شنو فيه؟ فيه ا و بي و بي، انا خصني اللي مختلفين عن ا هي بي و بي بكل بساطه، بي و بي نقطتان من ا بي تختلفان عن ا، كذلك نقطتان من المستقيم الموالي ا سي فيه ا و ار و سي، شكون اللي مختلفين عن ا؟ هما ار و سي، ار و سي نقطتان من ا سي تختلفان عن ا. الشرط الثالث التوازي، شوفوا ولدي ولا بنتي، التوازي اما كيكون عطاوه لك كما حنا دابا عطاوه لنا في التمرين، واما كيكون عندك شي معطى اللي منه تستخرجوا، مثلا يقدر يقول لك شبه منحرف او لا يعطيك متوازي الاضلاع او لا يبين لك ان هذه الزاويه كتساوي هذه الزاويه، مادام هذه كتساوي هذه يعني راه هذا المستقيم يوازي هذا، يعني اما كيقول لك متوازيا مباشره واما كيعطيك شي دليل في المعطيات يدل على ان المستقيم متوازي، يعني ضروري تبين ان جوج مستقيمات متوازيين. هنا بي ار يوازي بي سي، وبما ان بي ار يوازي بي سي، اذا دابا الشروط كلها تحققات اللي كاينين في الخاصيه كتلاحظوها، ياك. اذا دابا عندي الحق نستنتج العلاقه، اذا ا بي على ا بي، بديت ب ا بي نقدر نبدا ب ا بي على ا بي بحال تساوي ا ار على ا سي تساوي بي ار على بي سي، اذا اللي قلب ا بي على ا بي و ا سي على ا ار و بي سي على بي ار يبقى عنده صحيح، ولكن خص كلشي يقلبو، ياك. اذا دابا باش نقدر نجاوب على السؤال ديالي نحسب اكس و ايكغيك كنعوض اللي معروفين بالقيم ديالهم، اللي ما معروفينش كنحسبهم، يعني ا بي زوج على ا بي زوج وثلاثة خمسة، الشكل مهم في مبرهنة طالس لان باش تبقى تشوف غير في الشكل بلا ما تبقى تقلب في المعطيات، ا ار ايكغيك عليها كنقلب على ا سي، اذا حدا راسك ا سي هي ايكغيك زائد 2.5،
تساوي. إذن العلاقة الثالثة هي PR PR X اللي كنقلب على BC هي 4. إذن دابا X هي السهلة نبدأ بها، كتساوي 4 في 2 على 5، إذا 4 في 2 8 على 5 هي 1.6. مزيان. بالنسبة للإيكغريك لا، ما غاديش نقدر نحسبها مباشرة، شوفوا معايا مزيان. مي كيكون المجهول غير في البسط ولا غير في المقام كندير العلاقة الثلاثية X كيساوي 2 في 4 على 5 سهلة، ولكن مي كيكون مجهول في البسط وفي المقام كندير جذع الطرفين وجذع الوسطين وندير مجاهيل جي والعدد في جي. إذا شنو غتولي لنا هنا؟ تولي لنا 2 في هذا تساوي 5 إيكغريك، يعني تولي 2 إيكغريك زائد 2.5 هي 5 تساوي 5 إيكغريك، ثم نجيب 2 إيكغريك من هنا تبقى 5 هنا تساوي 5 إيكغريك، تولي 2 إيكغريك من هنا ناقص 2 إيكغريك يعني تبقى 3 إيكغريك. إذا إيكغريك بكل بساطة تساوي 5 على 3 يعني بالتقريب 1.66. إذا سالينا مبرهن الطالس مباشرة، نتلقى في الفيديو المقبل حول مبرهن الطالس العكسية. تحياتي والله يعاونكم.